بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. أوكي تعلقنا طبعا نيفو هو تلت إعدادي. أول درس طبعا ليزاكتيفيتي. أول حاجة الهدف هو كون تخلو غاسين لغاسين كاغي دان نومبر. مهم نبدأو على بركة الله. شوفوا عندنا هنا ندير إن شاء الله الشغل اللي بغا هنا Déterminer la longueur du côté de chacun des carrés ci-dessus. نعم. إذا نبحثوا على la longueur du côté. يعني كل واحد نقرب له الطول ديالو. الطول ديالو. الطول ديالو. نعم. شحال هادو لاغ ديالو؟ 16. إذا حنا خصنا نكونوا عارف اللاغ ديال المربع. مربع اللي فيه مثلا 16. نعم. إذا الكوتي غنسمي أ مثلا. غيكون شكون هو اللي عليك تضرب نفسه كيعطيك 16. طبعا هو 4. اذا عندنا ا كتساوي 4. بالنسبه للثاني اللي عندنا فيه 36، اذا شكون هو الضلع اللي تضربو شكون هو الضلع اللي تضربو في نفسه، يعني العدد اللي تضرب في نفسه يعطيك 36. فوالا هو 6. بالنسبه للثالث ها هو نديرو هنايا، عنده لاغ ديالو هو 9. اذا ا سكوند ديالو لا لونغو دو كوتي ديالو هو 3. السؤال الاول، اذا هذا واحد الكوتي لاغ ديالو قلنا 36، بغينا نقلبو على لونغور دو كوتي يكون هو 4. شكون هو اللي ضرب في نفسو يعطيك 16 و 4. حتى هنا 6 في 6 36، 3 في 3 36. نمر الى السؤال الثاني. اولا المعلومه هذه اون سيكو لو كاري دو 5 اي دو موان 5 اي 25. فوالا إذا المربع ديال 5 ناقص 5 هو 25. اون نيكري 5 او كاري ايتيغال 25 او بيان موان 5 او كاري ايتيغال 25. اون دي اوسي كو لا راسين كاري دو 25 اي لو نومبر بوزيتيف 5. إذا راسين دو 25 ايتيغال لو نومبر 5. فوالا عنجينا اوتيليزي لو سامبول راسين ابيولي راديكال بور اكسبريمي. نستعملو هذا باش نعبرو على لي لونغور دو كوتي دو 3 كاري هادو. باش نعبروا عليهم بلي هذا شحال عندنا حنا بالنسبه للاولاني ا شحال عندنا 4. اذا الا بغينا نعبروا بالغاسين غنقولوا الغاسين شكون هو اللي كنضربوا في نفسه كيعطيك 4 16. اذا غاسين دو 6. غاسين دو 6. بالنسبه للثاني عندنا عنده هو 6. اذا بغينا نديروا له الراسين نديروا الراسين دو 36، لان جوج غاسين 36 ايتيغال 6. بالنسبه للثالث عندنا هنا 3. اذا 3 غاسين دو 9. غاسين دو 9 لان غاسين دو 9 ايتيغال 3. نمرو ديدويغ لي زيغاليتي سويفونت. غنستنتجو هاد لي زيغاليتي سويفونت. غاسين ا او كاري غاسين ا او كاري وهادي افيك ان نومبر ا راه بوزيتيف. فوالا ا اي بوزيتيف. نمرو عندنا اذا كان عندنا غاسين ديال 2 تو ولبيان غاسين دو ا تو او كاري ايتيغال ا لان ا بوزيتيف. غاسين دو ا او كاري ايتيغال ا. وغاسين دو موان ا تو او كاري ايتيغال ا لان ا بوزيتيف. ا ان نومبر بوزيتيف. فوالا اكزومبل مثلا غاسين دو 7 او كاري ايتيغال 7 او بيان غاسين دو موان 7 او كاري ايتيغال 7 ايتيغال 7. فوالا هنا غنجيو للتمرين الثاني. نقربوا الاسئله ديالو. نعم ونكبروا شويه الصوره باش نعم. هنا شنو قالوا لنا دون لا كونستركسيون في هذا الرسم؟ هذا عندنا طبعا اون ريبريزون دو كاري. فوالا كاري اللي هو روج وهذا فيولي بنفسجي ياك. اذا سنرى نوضحوا هذاك الشيء مزيان. اولا اسمحوا لي نقاد هذه بحال هكا ونكبروا شويه الصوره. نعم السؤال طرحوا لنا هنا ديتيرميني لير دو كاري روج. اذا نحسبوا مساحه ديال المربع الاحمر ها الطول ديال جوج، ثم ديدويغ لير ديال كاري فيولي. هنا بالنسبه للروج غنديروا الضلع في الضلع لا لونغور دو كوتي ا لا بويسونس دو. اذا نجاوبو هنايا بالنسبه للسؤال 3 ا عندنا بالنسبه لاغ ديال الغوج
درنا هذا الرمز هذا هي الضلع في الضلع جوج دو فوا دو إيتيكال كاتر سنتيمتر أو كاري ياك 4 سنتيمتر. بالنسبة للفيولي نقدرو نديرو دو ميثود. الطريقة الأولى مساحة لاغ ديال الكاري غوج ونحيدو منو مساحة هاد المثلثات الأربع المتقايسة. نعم إذا هذه الطريقة الأولى بالنسبة لأغ فيولي غنديرو 4 ديال لاغ ديال الغوج ناقص شحال عندنا من مربع هنا مثلث 1 2 3 4 إذا 4 المثلثات وكل مثلث عنده لاغ ديالو اللي هي ديال الارتفاع في القاعدة على إثنان. شحال عندنا الارتفاع 1 لأن هنا هذه 2 نحيدو هذه 2 هنا كاينه 1 وهنا 1 حتى هنا كاينه 1 إذا هي 1 في 1 على 2 1 طبعا في 1 على 2 تساوي 4 هنا 1 في 1 1 4 على 2 هي 2 إذا لقينا 2 سنتيمتر كاري سنتيمتر كاري. هذه طريقة. الطريقة الثانية هذا المربع هذا هو اللي فيولي ممكن نعتبره معين ومساحة معين هي هذاك القطران اللي ديال القطر مضروب في القطر تقسيم اثنان. شحال غيكون عندنا هنايا القطر هذا هو هذا جوج وهذا شحال غيكون هذا هو هذا جوج. إذا ممكن نديرو لاغ ديال الفيولي نديرو دو و دو سيغ دو يعني القطر في القطر عطينا هي جوج سنتيمتر. ها هي طريقة أخرى جوج سنتيمتر فوالا. دابا غنمشيو لأكتيفيتي نيميرو دو نمشيو النشاط رقم جوج أهو نعم مزيان نقادو الشاشة. دابا غندير الهدف اوتيليزي ليزيكاليتي راسين أ تو كاري إيتيكال أ وراسين أ أو كاري إيتيكال أ لكان أ بوزيتيف فوالا. بالنسبة للسؤال الأول تيقولنا باغمي لي نومبغ سويفون ليكيل فو باغيس شكون كيبان لكم دي نومبغ غاسيونال واش راسين واش خمسة ولا راسين دو. إذا سنختارو لي نومبغ لي نومبغ غاسيونال. السؤال الأول هي بالنسبة للنص هذي سنوضحها طبعا هاتي أعتذر أهي. إذا عندنا جونبر خمسة ثم لو نومبر غاسين دو لا 3.25 3.25 نعم ثم راسين ناقص موان موان راسين دو 4 حيت علاش لان سمحوا لي لان هنا تساوي ندير هنا الناقص راسين 4 هي 2 اذا هذا راه غاسيونال موان 2 ثم ناقص 7 على 3 ثم ناقص 18 على 6 ناقص 18 سيغ 6 هادو سون دي نومبر rationnel. بالنسبة للراسين 2 n'est pas c'est un nombre irrationnel. سنرى ذلك. نعم نصغر شوية باش نلقى فين نكتب. نعم شي شوية يمشي بزاف فوالا. السؤال الثاني dans cette partie on suppose que racine 2 est un nombre rationnel. Donc il est un rationnel أن يوجد عددين m sur n إيتيكال راسين 2 و m et n sont deux entières relatives يعني عددين نسبيين non nul غير منعدمين irreductible غير قابل للاختزال يعني تكون أولياني فيما بينهما مهم غير قابل للاختزال. le plus grand diviseur commun de m et n est 1 يعني القاسم المشترك بينهما هو 1 démontrer que 2n au carré إيتيكال m au carré voilà. هذه غناخدوها من هاد العلاقة هادي أون إذا السؤال هذا أ التي ثلاثة أ غنقولو لهم أون إم سيغ إن إيتيكال غاسين دو ياك عندنا هادي بحال هنا على واحد غنضربو هادي في هادي تساوي هادي إذا إم في واحد كتساوي راسين دو في إن ونرفعو المربع هنا تولينا إم أو كاغي
وهنا غتولي لنا الراسين جوج ام تو اوكاري. اذا ام اوكاري راسين دو اوكاري هي دو، ان اوكاري هي ان اوكاري. هنا توصلنا لهذه العلاقه هذه. من موراها اون ديدوير كو ام اوكاري اي بير، سنجو ان ام اوكاري بير. لاحظ معايا ام اوكاري كيساوي جوج شي حاجه، جوج ان اوكاري اذا راه بير. اذا نديرو اون ام او كاري ايتيغال دوزين او كاري. اون بوز من الاحسن نديرو هادي، اون بوز كو ان او كاري هي بي. اذا شنو عطينا هنا؟ ان ام او كاري ايتيغال دو بي، دونك هذا بير. نعطينا انه بير، عقلوا عليها ان ام بير. غوماركي كو لو كاري دان نومبر بير اي امبير، لو كاري دان نومبر امبير اي امبير، يعني مربع ديال العدد الفردي هو عدد فردي. اي دي مونتخي كو ام اي بير، هادي هي معطى، عن مونتخيو ان ام هي بير. واخ، باش نبينوها نفترضو، نسيبوزون كو ام اي امبير، نفترضو انه امبير، اي امبير. اعتذر للكتابة. نعم. الوغ لكن ام ام اي امبير. دونك ام او كاري تا هو اي امبير اللي قلنا في الرومارك. ها هي. إلا كان لو كاري دان نومبر امبير اي امبير. وحنا عندنا ام او كاري راه بير. إذا هذا الشيء هناك ابسورد، هناك تناقض. شنو نسنجو دونك؟ ام اي بير. حنا شنو درنا هنا؟ هذا السؤال في المنطقه لوجيك. افترضنا ان ام اي امبير ولقينا واحد التناقض. اتاتير سوبوزينا ان ام اي امبير وفي الاخر لقينا ام اوكاري اي امبير، ولكن حنا عندنا ام اوكاري بير. اذا هذا الافتراض خاطئ، دونك راه ام سي نو با امبير اي بير. نمر الى السؤال الموالي. M étant pair. Pour s'écrire sous la forme, et donc, si on peut s'écrire sous la forme, on a M qui s'agit M carré. Que peut-on déduire pour la parité de Schna Yezoujiet M? Adsoel Diek. Antumaya. Adnan. M. M est égal à 2M'. Yak. Ou Adna Anna. اذا دونك ام او كاري شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هذه مربع هي 4 ام بريم او كاري. وديجا عندنا ام او كاري شحال كتساوي لنا؟ جوج ان او كاري. ها هي جوج ان او كاري. اذا 4 ام بريم او كاري كتساوي جوج ان او كاري. علاش؟ لان ام او كاري، لان ام او كاري كتساوي 4 ام او كاري، و 4 ام بريم او كاري، و ام او كاري ديجا كتساوي لنا هذه تساوي جوج ان او كاري. ها هي. اذا غنختزلو الجوج مع الجوج، شنو غتبقى لنا هنا؟ دو ام بريم او كاري ايتيكالا ان او كاري. شنو كنستنتجو؟ شنو غنستنتجو هنايا؟ ان ان او كاري اي بير، ان او كاري اي بير. ولا كان ان او كاري بير دونك ان اي بير. ركزوا معايا مزيان، عندنا ان اي بير وعندنا ام اي بير. واش هذاك النومبر ايريديكتيبل؟ ما يكونش ايريديكتيبل. دونك المهم بينا ان ان اي بير. لا فراكسيون بالنسبه للسؤال او قال لك لا فراكسيون ام سيغ ايريديكتيبل. غنقولو ام هادو ني با ايريديكتيبل، ولات ني با ايريديكتيبل. واش عرفتوا علاش ولات غير مختزله؟ لان هذا بير وهذا بير، يعني هذا بير وهذا بير. إذا كار عرفتي علاش؟ كار قالك تعال كار إم إي بير و إي إن تا هو بير، إذا مبقاش إيريديكسيبل. أجي من مورا كو دو ندوير بوغ لو نومبر، وبالتالي هناك تناقض. ألوغ راسين دو ني با أن نومبر، أن نومبر ني با أن نومبر راسيونال، راسيونال، راسيونال. هذا بالنسبة لاكتيفيتي
دو، شوفوا شحال ديال الوقت درنا فيه. اذا لاكتيفيتي الاخر درنا نفس الكتاب.